السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعي. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. كما راكم العاده مازلنا في تحضيرات واطباق تاع شهر رمضان. بما انه رانا في شهر تاع رمضان رانا نحاولوا نقدموا يعني الوصفات الغنيه والوصفات سريعه الهضم، يعني اللي ما تضرش الجسم تاعنا سيرتو في هذا الشهر. نحوسوا نديروا حوايج خفاف وممطو مفيدين للجسم تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا راح نحضر معكم الوصفه تاع كريم برولي تاع الكريمه المحروقه. كما راكم تشوفوا هنا في مقادير تاع الوصفه واش نحتاج. هنا عندي كريم ليكيد، هنا كريم فريش عندي. يعني كي تروحي تشري شوفي الخاصه بالطبخ والحلويات، يعني ما فيهاش اي جو، يعني ما هي حلوه ما هي مالحه، يعني هذيك السامطه الخاصه بالحلويات والطبخ. وهنا عندي ربع صفار بيض، نحتاج 3 معالق كبار سكر، ونحتاج لافاني. هنا لافاني انا عندي بودر فقط، من الاحسن اذا كان عندك ليكيد رايحه تجي احسن بالليكيد. انا هنا وسم رايحه ندير، انا هنا رايحه نفرغ الكريم برولي، عفوا رايحه نفرغ كريم ليكيد نتاعي. هنا عندي 500 مليلتر، انا نحتاج فقط واحد 450 مليلتر. رايحه نوضعها في الكسرونه، رايحه نسخنها برك، ما يعني ما رايحش نخليها تطيب، رايحه ندفيها فقط. رايحه نوضعها هنايا، هنا رايح نديرها على نار قليله، رايح ندفيها. وهنا رايح نحط الصفار تاع البيض، زيد عليها المغرفه تاع لافاني، زدت لافاني، نزيد السكر. يعني رايح ما رايحش نخلي هذاك السكر، رايح نخلط ديريكت. هنا نخلط جيدا حتى ينسجم هذاك السكر مع الصفار تاعي. يعني هنا تقدري تستعملي الباتر، انا فضلت من الاحسن نستعمل اليد على خاطر باش الوصفه كامل تقدري تسيوها. كامل ما عندهاش لا غالب عليها، مي حد الوصفه ما تحتاج الباتر، مي الا بغيتي تقدري تستعمليه. هنا نبدا نضيف هذيك الكريم ليكيد تاعي تدريجيا ونخلط جيدا حتى نكملها ونرجع معاكم. يعني راح تديري بهذه الطريقه. يعني هنا حتى كملت كامل الكريمه تاعي، خلطتها مليح اندمجت مع صفار تاع البيض. يعني بعد ما اصبحت بهذه الطريقه، يعني صدقوني هذه الوصفه كثير غنيه. هنايا رايحه نديرهم في هذا الليمون اللي يدخلوا للفور. انا هنا ما رايحش نطيبها في الفور، رايحه نفورها، رايحه نعملهم في الكسكاس يفوروا. واللي حبت تطيبهم تقدر تجيب بلاطو ودير فيه الماء وتحطهم حمام مائي وتدخلهم في الفور تاعها يطيبوا. انا هنا رايحه نفورهم في الكسكاس، يعني رايحه نعمرهم بهذا الشكل. يعني هذه الكميه عمرت لي 6 من هادو. نجيب الكسكاس تاعي، في الكسكاس ونغلق عليهم ونديرهم في القدره يفورو. يعني هنايا رايحه انا هنا الكسكاس تاعي فدلي بالزوج، رايحه نطيب هذه الكميه ونرجع معكم. هنايا راني هادو زوج اللي كنت دخلتهم من قبل راهم طابوا، راني دخلت بالزوج زدت زوج، وهادو اللي طابوا. هنا كيفاش تعرفيها باللي طابت؟
هنا كي دير هاد القشره الفوقانيه ويبقى يزغد من التحت، عارفي باللي هنا راها جاهزه خلاص نحيها. هنا خلاص راهي درت لي هذيك القشره الفوقانيه، هنا واش مندير؟ يعني هنا شحال راح نقول لكم بالتفصيل شحال دات لي من الوقت، يعني دات لي حوالي 12 دقيقه حتى 20 دقيقه. ما تقويش عليها هذاك الفار، تزيدي النار اقصى درجه في الاخر في القدره تاعك يكون يفور، لا لا يعني نقصي عليها كما كنتو تشوفوا هنا بعينيكم. هي درت لي القشره الفوق ومازال راه يزغد، يعني هاول مازال راه يزغد اللي لتحتها. هذه هي، احنا نخليهم يبردوا ونطيبهم كامل ونرجع معاكم. يعني شوفوا هنا اللي درتهم في الاول، شوفوا كيش اصبح الشكل تاعهم، وجديد شوفوا مازالهم يتحركوا. هنا يبقاو لي زوج يطيبوا، انا راح نسبق هادو. يعني هنا وصلنا للمرحله نتاع كيفاش الكريمه نتاعنا ترجع محروقه. درك نقول لكم كيفاش. هنايا واش نحتاجو؟ نحتاجو سكر، رايحين نرشوه بهالطريقه فوق الكريمه تاعنا كامل. هالطريقة نديرهم كامل ونرجع. خاصة اللي درت لهم السكر ضرب واش منديرو هنايا باش تحرقي هذيك الكريمة تاعك. يعني درت السكر وباش نحرقو، هنا ما عنديش انا شاليمو، واش رايحة ندير هنا؟ شعلت الفور، شعلته برك من الفوق، شعلت هذيك الشوية اللي الفوق، ورايحة ندخلهم. مي لازم تكوني على نار مهيلة، سينو يتحرقو لك باسكو السكر ليه ليه يتكرمل. شو رايحين يخرجوا هايلين، ورايحه تخرج يعني رايحه تبقى هذاك السكر يبقى يعطيك هذيك الكراميل الريحه نتاعو. يعني اني وصيتكم نقصوا 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 سينو يتحرق لكم السكر. رايحه ندخل هادو ربعه للفور يتحرقوا من الفوق ويعطوني هذيك الكريم المحروقه ونرجع معكم. مي اللي عندها شاليمو خلاص 5 5 وهي حرقت السكر تاعها. هنايا راهي وجدت لي وحده كما راكم تشوفوا، هاي ليك معاكم. هنايا رايح نسنهم كامل اللي يتحرقوا وندخلهم للتلاجة، لازم يريحوا على الاقل 4 ساعات باش تقدروا تاكلوهم. هذه هي رايح ندخلهم هنايا للتلاجة. وهنايا وصلنا لنهاية الفيديو، هاي ليك الكريمة المحروقة نتاعي راهي وجدت، راح نقدمها هنا هذا بصح التقديم. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، شهيتكم في الجنة، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها، وخلوا لي في التعليقات اللي جربتها وقولوا لي واش رايكم. المهم صيامكم في الجنة وصحة سهوركم، مع السلامة في فيديو لاحق ان شاء الله.